الحشاشين. طائفة الحشاشين المعروفة أيضا باسم الطائفة الإسماعيلية النزارية تأسست في الفترة بين عامي 1090 و1275 ميلادية على يد حسن الصباح. نشأت هذه الجماعة في فارس والشام وأسسوا الدولة النزارية الشرقية في تلك المناطق بعدما انشق حسن الصباح عن الفاطميين في مرحلة خلافة أحمد المستعلي بالله. كانت الحشاشين تتحصن في القلاع وكانوا يتبعون استراتيجية الاغتيال كوسيلة للقضاء على خصومهم. أثروا الرعب في صفوف الفاطميين في القاهرة والعباسيين في بغداد والسلاجقة في إيران بالإضافة إلى مواجهتهم للصليبيين. وصلت نهاية الجماعة في فارس على يد القائد المغولي هولاكو في عام 1255 ميلادية، وفي الشام تم إنهاءها بواسطة الظاهر بيبرس. سبب تسميتهم: تعددت الأسماء التي أطلقت على الحشاشين، فبعض الروايات تقول إنه تم تسميتهم بهذا الاسم بسبب تعاطيهم للحشيش، حيث كان يزود حسن الصباح أتباعه به لتنفيذ المهام التي يسندها إليهم. وتقول بعض الروايات الأخرى أن حسن الصباح أقام حدائق غناء في قلعة حصينة وكان يأخذ أتباعه إليها بعد تعاطيهم الحشيش ويروج لها بأنها الجنة الموعودة، وعند استعادتهم وعيهم يعدهم بالعودة إليها إذا نفذوا ما طلبه منهم. يعتقد أن تسمية الحشاشين مشتقة من الكلمة الأجنبية أساساً التي تعني في بعض اللغات الغربية القاتل الخائن أو القاتل المحترف المأجور، وقد أطلقها الفرنسيون الصليبيون على الطائفة بسبب استخدامهم للاغتيالات ضد ملوكهم وقادة جيوشهم. بالإضافة إلى ذلك كانت للحشاشين ألقاب أخرى مثل الإسماعيلية نسبة لتقارب مذهبهم مع طائفة الإسماعيلية، وتم تسميتهم أيضا بالباطنية والنزارية نسبة لتأييدهم للإمام نزار بن المستنصر الفاطمي. في الختام يعرف الحشاشين أيضا باسم الملاحدة والحشيشية، وهو الاسم الذي أطلقه عليهم ابن العديم في كتابه تاريخ حلب، وهو الاسم الأشهر لهم في كتب العرب الأوائل، كما لقبوا بالفداوية نظرا لاعتمادهم على العمليات الفدائية لمواجهة أعدائهم. المؤسس حسن الصباح. حسن الصباح المؤسس البارز لطائفة الحشاشين ولد في إيران عام 1037 ميلاديا، وكان أصله من اليمن. نشأ في بيئة ثقافية متنوعة وتربى على المذهب الاثني عشر، وعند بلوغه سن 17 اعتنق المذهب الإسماعيلي الذي كان له تأثير في مسار حياته بشكل كبير. عمل حسن الصباح فترة في بلاط الدولة السلجوقية، ثم بدأ يتنقل بين مناطق إيران بهدف نشر المذهب الإسماعيلي بشكل سري. تمكن من جمع أتباع حوله، وفي إحدى المراحل استولى على قلعة آلاموت واعتمدها كمركز لدعوته. من هذه القلعة بدأ حسن الصباح في توسيع نفوذه في المناطق المجاورة حتى شملت بلاد فارس والشام. تتميز حياة حسن الصباح بالتنوع والمغامرة، حيث استخدم مهاراته الدينية والسياسية في توسيع نفوذه ونشر فكره الإسماعيلي. رغم تحديات العصور التي عاش فيها، استطاع بصبر وتصميم أن يبني قاعدة للحركة التي كان لها تأثير على المنطقة لعقود قادمة. تكتيكات الحشاشين في العمليات العسكرية. تكتيكات الحشاشين في العمليات العسكرية كانت محورية في نجاحهم وتأثيرهم على الساحة السياسية والعسكرية. إليك بعض العناصر الرئيسية لعقيدتهم العسكرية: التركيز على الاغتيالات المستهدفة. كانت الغاية الرئيسية للحشاشين هي استهداف الشخصيات البارزة مثل الملوك والأمراء
والوزراء وقادة الجيوش وغيرهم من الشخصيات الهامة في السلطة. هذا النهج كان له تأثير كبير في بث الرعب والهلع بين النفوس. التنكر والقتل بحرفية. كان للحشاشين مهارات عالية في التنكر والتمويه، مما سمح لهم بالتسلل والتحرك بين أعدائهم دون الكشف عن هويتهم. وكانوا يستخدمون هذه المهارات لتنفيذ الاغتيالات بحرفية وفعالية. الفدائيون والاستعداد للتضحية. كانت هناك جماعة داخل الحشاشين تعرف بالفدائيين، وكانوا مخلصين للإمام ومستعدين للتضحية بحياتهم في تنفيذ المهام المهمة. هذا الاستعداد للتضحية كان يعكس قوة الانتماء والإخلاص لقيادتهم. التوغل والتسلل بحرفية. كانت للحشاشين مهارات متقدمة في التسلل والتوغل بين أعدائهم وتجمعاتهم، مما ساعدهم في تنفيذ العمليات القتالية والاغتيالات بنجاح. تنفيذ العمليات في مراكز السلطة. كان الحشاشين يدسون أتباعهم في بلاطات الخلفاء والمراكز المهمة في الدولة، وذلك لتيسير تنفيذ العمليات العسكرية والاغتيالات. باستخدام هذه العناصر، نجح الحشاشين في تحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية، وقاموا بالتأثير بشكل كبير على مسار التاريخ في العصور التي عاشوا فيها. النشأة والتأسيس. تأسست جماعة الحشاشين في فترة حكم الفاطميين في مصر، وقد تشكل فكرهم خلال تلك الفترة، حيث ذهب حسن الصباح من مدينة الري الفارسية إلى مصر في عام 1078 ميلاديا بهدف دراسة عقائد المذهب الإسماعيلي والتقرب من الخليفة الفاطمي. عندما التقى حسن الصباح بالخليفة المستنصر بالله، سأله من سيتولى الإمامة بعد خلافته، فأجاب الخليفة بأنه يؤمن بإمامة ابنه نزار. وبعد وفاة الخليفة المستنصر بالله، نشأت خلافات في البلاط الفاطمي بين أحمد الملقب بالمستعلي بالله وأخيه نزار. هرب نزار إلى الإسكندرية وحشد قواته للقتال في القاهرة، لكنه هزم وقتل هناك. بعد وفاة نزار، بدأ حسن الصباح دعوته لإمامة نزار، وتحولت دعوته إلى الإسماعيلية النزارية. ومع مقتل نزار وخلافه مع الوزير بدر الجمالي، تم طرد حسن الصباح من مصر. عاد إلى إيران وبدأ في تجميع أتباعه ونشر تعاليم مذهبه، وهكذا تأسست جماعة الحشاشين تحت قيادة حسن الصباح. الدعوة السرية. بعد خروج حسن الصباح من مصر، قام برحلة سرية تخللتها العديد من المحطات حتى وصل إلى أصفهان في يونيو حزيران 1081 ميلاديا. خلال تلك الفترة، قام بنشر دعوته للمذهب الإسماعيلي واكتساب الأنصار بشكل سري ودون جلب الانتباه. أحد الأحداث البارزة خلال هذه الفترة كانت عملية اغتيال مؤذن في أصفهان، حيث قام أنصار صباح بقتله بسبب رفضه الانضمام إلى مذهبهم. هذه العملية كانت أولى عمليات الاغتيال التي نفذتها الجماعة، مما جعلها تشكل تهديداً للدولة السلجوقية ونفوذها في إيران. بعد وقوع هذه الحادثة، أمر الوزير السلجوقي نظام الملك بالبحث عن الجناة واعتقاله. وفي هذا السياق، بدأ الصباح يدرك خطورة الموقف والتهديد الذي يشكله ذلك على أمنه واستقراره. لذا قرر الصباح بجدية أن يقوم ببناء حصن قوي يحميه وأتباعه من المطاردة المستمرة ويوفر لهم مكانا آمنا لنشر دعوته. قلعة آلاموت.
اختار الصباح قلعة آلموت لتكون معقلاً له ولأتباعه، وهي قلعة بنيت فوق صخرة عالية وسط الجبال تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة طهران. استحوذت جماعة الصباح على هذه القلعة بعدما اشترتها بمبلغ قدره 3000 دينار ذهبي، وكان ذلك أول عمل تاريخي كبير تقوم به هذه الحركة الدينية الجديدة. تميزت جماعة الصباح بتحصينها في الجبال والقلاع، وكانت قلعة آلموت تعني وكر العقاب بالفارسية. وحسب بعض الروايات جعل الصباح هذه القلعة الجنة المنشودة والفردوس الأعلى لأتباعه، حيث كان يعطيهم الحشيش الذي وجده في تلك المنطقة ويقودهم إلى حديقة معدة خصيصاً لهم. وبما أن تلك المنطقة كانت قاسية، لذلك أثارت هذه الرواية انتباه بعض المؤرخين الذين نفوا صحة تلك الرواية بسبب قسوة البيئة، مما يجعل من الصعب إنشاء جنة موعودة فيها. من قلعة آلموت واصل الصباح نشر دعوته في المناطق المجاورة، وتمكن من السيطرة على عدة قلاع وحصون باستخدام القوة العسكرية أحياناً والإقناع العقائدي أحياناً أخرى. وعلى الرغم من محاولات السلطان السلجوقي ملكشة في التصدي لهم، فشلت الحملة العسكرية التي شنها على قلعة آلموت في القضاء على نفوذ الصباح وأتباعه. وفاة حسن الصباح. توفى حسن الصباح في عام 1124 ميلادياً، ولم يترك وراءه خلفاً، وأوصى بتولي كيبزرك آميد رئاسة الطائفة بعده. قاد آميد الجماعة لمدة 14 عاماً، وكانت هناك معارك مستمرة مع السلاجقة خلال فترة قيادته. تولى بعده ابن آميد محمد زمام الأمور عام 1162 ميلادياً. كان محمد مهتماً بشكل كبير بالدعوة إلى الإمام، وأظهر احتراماً كبيراً لتعاليم مذهبه، حتى قام بقتل العديد من أتباعه الذين آمنوا بإمامة ابنه وطرد وتعذيب آخرين. في عام 1166 ميلادياً تولى السلطة ابن محمد الحسن الثاني الذي ادعى أنه حفيد كيبزرك. أعلن قيام القيامة وأنهى العمل بالشريعة والفرائض، وقد نشر هذه العقائد بين أتباعه. انتشرت هذه العقائد بفعل ضعف السلاجقة وتراجع نفوذهم في تلك الفترة. قاوم جلال الدين الحسن الثالث الذي تولى الحكم في عام 1210 ميلادياً تلك العقائد ورفضها، وركز على ربط جماعته بالعالم الإسلامي. أرسل إلى الخليفة العباسي والسلاجقة رسائل تؤكد صدق دعوته إلى الإسلام، مما أدى إلى انتشار خبرهم وتسميتهم المسلمين الجدد. بعد وفاة جلال الدين عادت الجماعة إلى مذهبها الأصلي، وحكم ابنه الذي كان في سن 5 سنوات، فضعفت الجماعة وتفشت الفوضى والاضطرابات حتى أنهى هولاك وجودهم. نهاية الحشاشين. نهاية للحشاشين جاءت على يد المغول الذين كانوا في ذلك الوقت يوسعون إمبراطوريتهم بقوة. أثار الحشاشين استياء المغول باغتيالهم قائداً لهم، فقام هولاكو بالقضاء عليهم بمساعدة تطور وتنوع الأسلحة التي كانت بحوزته. Subscribe, hit that notification bell, and let's embark on a journey through the ages together. Ancient Wonders Unveiled awaits you.